مريض في رمضان بعد انتهى رمضان خف شاف نفسه انه خف وزيد نعم لا بصوم لان عليه ايام رمضان صام جرب يوم وشاف نفسه انه تعبان يتعب شوي من الصيام قال ان شاء الله غدين الاول مرات غدين كمل الصيام قال البرد يعني شايف بس اراد الله واستغفر الله قبل هذا الوقت اللي هو محدد على اساس انه خفف هل يقضي عنه وليه او والمرض هذا قديم فيه؟ اي قبل رمضان لا يعني انه مده مثلا مرض السكر اول مريض في السكر ولا وحصل له هذا بارك الله فيك يطعم عن كل يوم مسكين لأن تركه للصيام كان لمرض لا يرجى زواله فإن السكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزول فيطعم عن كل يوم مسكين فهذه السنة كم كان صيامنا هذه السنة 29 يوم فيطعم 29 فقير ما خلي كل يوم له مسكين 12 يوم يطعم 12 مسكين عفى الله عنك ما حكم يطعم عنه 12 مسكين